التسجيل بدأ إن شاء الله. حياك الله أستاذ بإذن الله أحمد تعالى. بلال، الله يكرمكم. يا أهلا وسهلا بكم. الكلمة صارت عندكم بإمكانكم يعني البدء بالموضوع، وإن شاء الله خير. بإذن الله تفضل. تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم ألف عافية. أول شيء يعني نترحم على شهداء غزة وندعو لهم بالرحمة، وندعو لمن تبقى منهم بالصبر والقوة والنصر على أعدائهم وأعدائنا بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. إن شاء الله اليوم رح نحكي عن تقليبات وتكتيكات للكسب من العمل الحر. أي إنسان لما تقول له بدي أنا أعمل فريلانسنج، هو فكر حاله مثل الصورة، بيقعد برا بالهواء الطلق وعم يشتغل ويجي مصاري كتير. إنما العمل الحر مو بس هيك، العمل الحر فيه تعب، فيه مشقة، وفيه جهد. هو عمل مو بسيط. هيك الصوت أحسن. في حدا عم يقول هلا إنه الصوت الصوت في بس في غمق شوي، يعني شوي الصوت طيب. يبدو انه ما مأخوذ من الميكروفون. ترى استاذ احمد، يلا يلا رح احاول اعدله. هيك افضل. لا ما مأخوذ من الميكروفون لهلا. هيك اظن هيك افضل صاير. نعم هلا الصوت صار نعم ممتاز. نعم لا زال الصوت جيد صحيح؟ صحيح. نعم. فيلي كنت عم أقوله أنه كل الناس لما بتشوف هاي الصورة بتفكر العمل الحر هو عبارة عن عمل في مكان مفتوح، يعني براحة وكذا وبأموال كثيرة. لا، العمل الحر صعب، ما هو سهل. هي أول شغلة لازم نحن نعرفها، العمل الحر صعب، ما هو سهل. بده جهد، بده إعطاء من وقتك، خاصة أنت إذا حابب تربح بشكل أكبر. هو يحتاج وقت أكثر من العمل الطبيعي. العمل الطبيعي ممكن أنت تداوم 8 ساعات ينتهي هذا العمل، لكن العمل الحر أنت أحيانا ممكن تشتغل أكثر من 16 ساعة في اليوم، بس بالأخير أنت عم تكسب أكثر، وعم يصير لك خبرة علاقات أكثر. طيب حاليا نبدأ بفقرتنا الأساسية، ميزات العمل الحر. ميزات العمل الحر هي كالتالي: العمل من أين أردت، من وين ما بدك، فيك تشتغل من البيت، فيك تشتغل من الكافيه، فيك تشتغل من الشارع، من وين ما كنت فيك تشتغل، وأي منطقة جغرافية. قد يكون عميلك في الصين وأنت في تركيا، قد يكون عميلك في يعني أنت في أوروبا وهو في آسيا. هاي أفضل ميزة في العمل الحر. والميزة الثانية: العمل مع من أردت. قد يجيك عميل انت مالك حابب تشتغل معه، قد يجيك عميل اسرائيلي كمثال، نحن ما لنا مضطرين نتعامل معه كمثال. والعمل متى اردت، يعني انا ممكن اشتغل صباحا، ممكن اشتغل مساء، يعني باي وقت انا حابب اشتغل فيني اشتغل. هي يعني هي اهم 3 ميزات في العمل الحر. طيب في عندي خيارات العمل الحر. خيارات العمل الحر تنقسم الى خيارين، مثل ما ذكر أستاذ عبد المؤمن قبل شوي. عندنا خيار الأونلاين وعندنا خيار الأوفلاين. لا يمكن أبداً أن أعمل فقط أونلاين بدون الأوفلاين، وأن أعمل أوفلاين بدون الأونلاين. الاثنين مكملين لبعضاً. يعني أنا لحتى أبدأ بالعمل الأونلاين لازم يكون عندي بورتفوليو جيد، عندي عملاء جيدين مشتغلهم من قبل، لحتى العميل لما يدخل على الأونلاين يشوف حسابي، يشوف أنا شو مشتغل من قبل، شو عامل، شو مسوي، لحتى يعني إما ياخذني للعمل اللي هو بده إياه أو لا، أو حتى لما دي يقبلني لأني أشتغل له أنا العمل اللي هو بده إياه، لازم يشوف عندي خيارات أنا عاملها. نفس الشيء العمل الأوفلاين، لازم يكون عندي بورتفوليو جيد، يكون عندي شبكة علاقات جدا جيدة، لحتى أمن أنا عملي بشكل أوفلاين أو العمل على أرض الواقع. طيب حاليا رح أذكر بعض المنصات اللي فينا نشتغل عليها أونلاين. عندنا 4 منصات
يعني هي تعتبر الأساسية في عمل الأونلاين. أول وحدة هي منصة خمسات. منصة خمسات يبدأ أي عمل فيها بخمسة دولار. أي عمل فيها يبدأ من خمسة دولار وأنت طالع. فيها من كل الأعمال، يعني فيك تكون عم تشتغل برمجة أونلاين، فيك تشتغل كاتب محتوى أونلاين، فيك تشتغل كاتب مقالات أونلاين، مونتاج، تصميم، موشن جرافيك. في أحد طرق العمل الحر اللي هي ممكن الإنسان يكسب منها مصاري بشكل كتير جميل، بموبايله هو ماشي في أي شارع يصور مشهد فيديو أو صورة ويرفعها على أحد المواقع اللي مثل شاترستوك، فريبيك، إنفاتو. هدول المواقع فينه يعمل عليها حساب ويرفع هاي المواد، لكن لازم تكون شوي يعني كواليتي تبع عالي لحتى الناس تشتريها. يعني ممكن تنباع الصورة باثنين أو خمسة أو عشرة دولار حسب الصورة ودقتها واحتياج الناس إلها. يعني ممكن تنباع، وكل مرة بتنباع فيها أنت بتاخد نفس السعر. يعني أنت ممكن الصورة تصورها تبيعها ألف مرة بخمسة دولار، ألف مرة بخمسة دولار فيها خمسة آلاف. طبعا مع العلم أنه المواقع اللي أنت عم تبيع عليها هي بتاخد عمولة. فبنرجع للمواقع اللي كنا عم نحكي عليها اللي هي فينا نشتغل عليها الخدمات يعني اللي ذكرناها. هاي المواقع حالاتها تبدأ لنا من يعني هذا الموقع بالذات موقع خمسات يبدأ من خمسة دولار، وكل ما قدمت خدمة زيادة للعميل بيعمل عليه إكسترا. يعني مثلا أنا حطيت له أنا تفريغ الصورة بخمسة دولار، لكن إذا بدك هاي الصورة أعمل لك إياها تصميم فبتضيف عليها 25 دولار، فصار المجموع 30، وكل إضافة بدك إياها تصميمين فبيصير مثلا 50 دولار. كل إضافة بيضيف السعر. نفس الأمر عنا موقع أبورك. هذا الموقع في له طريقتين للعمل. إما أنت بتسجل يعني هو طبعا أنت لازم تسجل معلوماتك. يتم اختيار العمل كالتالي: إما أنت بتدخل بمناقصات، يعني بتدخل عند أشخاص، أنا شخص بيكون عارض خدمة أنا بدي مونتاج لفيديو معين، إما بيكون هو عارض هاي المناقصة وحاطت سعر، أو أنت بتعرض أعمالك وبتقول أنا عندي مثل هذا العمل بهذا المبلغ، عندي هذا العمل بهذا المبلغ. هاي منصة عربية وهي منصة أجنبية. كمان هون عندنا كمان منصة عربية أخرى وهي مستقل، كمان تعمل بنفس مبدأ خمسات، يعني بيحددوا العمل والقيمة تبعيته. في كل الأعمال: تصميم، مونتاج، برمجة، كتابة محتوى، كل شيء. وعندنا موقع فريلانسر. هذول المواقع كلها تعمل بنفس المبدأ، إنسان بيعرض خدماته والمنافسة فيها جدا عالية. لهيك دائما الإنسان لازم يكون عنده خبرات عالية، وكل ما طور من مهاراته وزاد من عمله الناس تحتاجه أكثر. يعني أنا كبلال أنا بشتغل في موضوع التصميم والتصوير والمونتاج، فأنا عندي ثلاث خدمات بقدمها، فأنا أي عمل من هدول الأعمال فيني يعني أستغله. يعني أنا شفت واحد بده تصميم، فيني أقدم على خدمة التصميم، أو هو يجي لعندي اللي أنا بدي تصميم، فينه يجي لعندي اللي أنا بدي مونتاج. يعني هو أنا كل ما زادت خبراتي وتعددت زاد احتياج الناس إلي. هي الفكرة بموضوع العمل الأونلاين: كل ما زادت الخبرات كل ما زاد احتياج الناس إليك. في العمل على أرض الواقع يعني أنا بفضل أنك تكون تخصصي في العمل على أرض الواقع، لكن حالياً بما أنه نحن عم نحكي العمل الفريلانسينج والعمل الأونلاين، فكل ما زادت الخبرات زادت احتياج الناس إليك. أهم شغلة لحتى أنا أبدأ بالعمل الأونلاين، وأظن الأغلب رح يكونوا طلاب، فالأغلب عنده جهاز كمبيوتر. نحن لحتى نعمل أي عمل من أعمال الفريلانسينج احنا محتاجين جهاز كمبيوتر، ان كان عملية كتابة، ان كانت عملية البرمجة، ان كانت عملية المونتاج او التصميم، كله يحتاج كمبيوتر. فمن اهم الشغلات انه نحن نقتني كمبيوتر لحتى
نبدأ بهاي الأعمال. ما ضروري من البداية اقتني كمبيوتر عالي المواصفات، متوسط المواصفات لحتى يقدر يمشي معي هذا العمل. مثل ما ذكرنا قبل شوي، الأجور تبعيتنا تبدأ من $5، يعني ما أظن في عمل يعني بالفريلانسنج أو بالعمل الحر يبدأ من أقل من $5، وقد تصل إلى أكثر من $1000 يعني لعمل معين. يعني في بأعمال الـ 3D والموشن جرافيك تصل الدقيقة، ممكن الدقيقة الواحدة تصل إلى ما بين $500 إلى $1000، دقيقة واحدة، دقيقة عمل. المنتج النهائي هو دقيقة. أي نعم، الدقيقة ممكن تصل إلى $1000، ما بين $500 إلى $1000. فيعني جدا جدا مهم هذا الشيء. من أهم الشغلات لما نشتغل نحن أوفلاين تكون عندي شبكة علاقات واسعة. هي شبكة العلاقات كلها تؤمن لي عمل، وتؤمن لي معارف، تؤمن لي عمل مرة أخرى. ومن الشغلات الجيدة جدا في العمل الحر اللي أنا جدا يعني بشوفها ميزة عظيمة، تأمن لك عمل في أماكن جدا كبيرة. يعني أنا من أحد الفرص اللي أتيحت لي، أنا عملت مثلا مع الجزيرة في برنامج برلمان شعب، عملت مع قناة الام بي سي في أحد مسلسلاتها. فالعمل الفريلانسنج بيأمن لك أماكن أنت ممكن تشتغل فيها، لأن هي فترة محدودة. العمل الفريلانسنج دائما هو يعتمد على فترة محدودة، ما في عمل فريلانسنج دائم، فترة محدودة. يعني قد تكون هاي المؤسسة اللي هي اسمها كتير كبير تحتاج لخبرتك، هي تحتاج لخبرتك بوقت معين، فأنت أتيح لك العمل بمكان جدا كبير لكن فترة محدودة. هذا كله بيزيد من خبرتك، أنت ممكن تشتغل معهم شهر وشهرين تغنيك عن سنة في عمل في مكان عادي. فهي من أهم الشغلات اللي ممكن تحصلها في موضوع العمل الفريلانسينج. فهي من أهم الشغلات والله. لو حدا حابب يكون عنده مداخلة أو سؤال أو استفسار. والله أنا عندي مداخلة صغيرة. تفضل. تصديقا لكلامك أستاذ أحمد، في معنا مدرس بالأكاديمية دون ذكر أسماء، هو المشكلة خلص ما عاد يعني مباشرة لازم يعرف، لا هو مهندس عمارة، تمام؟ فما في إلا مدرس واحد عمارة عندنا كشاب، يعني الباقي كلياتهم إناث. المهم ما شاء الله عنه، يعني هو يمكن مهندسين العمارة بيشتغلوا على برامج غالبا، يعني شغلهم بالتصميم، غير انه يكون ممكن يكونوا على ارض الواقع مشروع، انما ممكن يكون مثلا عندهم اوتوكاد، عندهم 3 دي ماكس، ريفيت، دول البرامج المعمارية اللي بيشتغلوا عليها. ففعليا باحدى يعني جلسات التقييم المشاريع اللي بنعملها يعني بدورات الصيف، فهو يعني يقول للطلاب انه هلا انتم تعلمتوا 3 دي ماكس، تمام يا شباب يا صباح، هلا انتم عندكم قدره انكم تفوتوا على الفريلانس، انكم انتم تشتغلوا فريلانس وتستلموا مشاريع. وللامانه يعني حتى الجلسه المسجله عرض ملفه على الابورك، فتح الابورك ولا نشوفه. انا بلشت قبل الكورونا بحوالي 3 أشهر. أخذت أول مشروع كان $5، ثاني مشروع أخذت عليه $20، ثالث مشروع أنا فعليا كنت يعني صرفت عليه كوقت بقيمة $100، لكن أخذت منه $100 بس مشان الريفيو، مشان إني أنا ارتفع بالسلم يعني أخذ. طبعا هلا أنت رح تحكيها، أنا سبقت عليك فيها آسف، بس أنا بدي أقول لك إنه هو المجال جدا واسع. تصديقا لكلامك، مهم وصل لمرحلة إنه هو وصل لعميل دائما صار يطلب منه، دائما صار يطلب منه، هو موجود بأمريكا، هو وين؟ الأستاذ الثاني موجود هون. ففعليا آخر شيء تم الاتفاق بين بعض إنه يشتغل دائم معه بمعاش ثابت مع هذا هاي الجهة اللي اشتغل لها فريلانس أو
على Upwork، و بأجر مجزي، يعني بأجر مجزي بالنسبة لمهندس معماري موجود بالشرق الأوسط، خلينا نقول بالمنطقة بمنطقتنا. والمدرس فعليا عم يشتغل معهم وصل له تقريبا سنتين وهو ما شاء شغال الله. على Upwork لساته. فيعني هو عم يقول الرسالة اللي كان عم يوصلها دائما بنقاش المشاريع، بنهاية نقاش المشاريع، إنه يا شباب أنتم عندكم مهارة، هاي المهارة بلشوا فيها، حتى لو أنتم بالبداية اشتغلتوا بأجور هي لا تناسب العمل كانطلاقة. طبعا طبعا. أستاذ أحمد بلال، إنه هلا خلينا إذا ممكن، أو ما بعرف بالشرائح موجود ولا لا، تعطينا يعني نصائح وخطوات عملية لحتى نبدأ بهاي الانطلاقة. نعم، هلا نحن دائما دائما الانطلاقه تكون من اعمال جدا بسيطه. يعني انا راح اضرب لكم مثال. احد الاشخاص اللي بيشتغل على مواقع العمل الاونلاين ومنهم Upwork، عنده عميل دائما بيتواصل معه ليعمل له تحويل تصغير حجم الفيديو. يعني تخيل هو عنده عميل بيتواصل معه كل تقريبا كل فتره، عنده فيديو حجمه 200 ميجا بده يجعله 50 ميجا، كل 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 يومين ثلاثة جد بيبعت له تقريبا 10 فيديوهات وبدفع عليهم يعني رقم مؤقت اللي بدفع عليهم $50. يعني تخيلوا انه تحويل فيديو فقط، عملية كونفرت، هو حتى ممكن يعمله على مواقع اونلاين موجودة، بس بتواصل معه لانه هو ما عنده خبرة، هذا الرجل ما عنده خبرة يحتاج هذا العمل يرفعه على موقع او كذا، ففيديو ببعت له اياه. هو يعني بيطول العملية، فعليا العملية بتطول كلها للعشر فيديوهات ما بتطول 5 دقائق. يعني هي من المجالات الموجودة. في الأخت فاطمة عم تسأل شو هي المهارات اللي ممكن كصيدلاني أو صيدلي يعمل فيها. في يعني أنت شوفي حالك شو المهارة اللي أنت قادر عليها، في عندك يعني عندك قابلية للتصميم، في فيك تتعلمي تصميم وتعملي في مجال التصميم، عندك مهارة في مجال المونتاج أو بتحبي هذا العمل فيك تتعلمي. نعم أستاذ عبد الرحمن. أنا ممكن ضيف بالنسبة للدكتورة فاطمة، هي ذكرت إنه هي صيدلانية، بكالوريوس من غزة، حياكم الله وحيا الله الغزة إن شاء الله، هيك يا الله يكتب لنا النصر ويكتب النصر لأخواتنا في غزة. نحن ممكن يعني التخصصات العلمية اللي هي مثلا أنا شخص في عالم كتير، هي ما عندها قدرة إن تتعامل مع اليوتيوب كبرامج تصميم ومونتاج وما إلى هنالك، بس لكن في كتير أمور ممكن يتم العمل فيها. الأولى مثلا ترجمة المقالات العلمية، نعم ترجمة الأبحاث العلمية في كتير عالم، أو غير الترجمة في التدقيق. يعني في عالم مثلا على سبيل المثال في اسطنبول في تركيا، بيكتبوا رسالة الماجستير تبعهم، بيكتبوا مشروع التخرج تبعهم، بدهم حدا يدقق. هي إحدى الأشياء من العمل الحر، لأنه يعني أنت بالأخير أنت عم تقول إنه أنا بعمل هاي المهارة، هاي المهارة بتجيك كتاسك مهمي بتعمليها وبتنتهي. فهي إحدى أشياء المعامل الحر، كتابة المقالات، كتابة المحتوى. في كتير مواقع أيضا منها خمسات، منها المستقل، بتطلب انه مثلا كتاب علميين، انه اشخاص يكتبوا ضمن مجالات التدريس. التدريس كمان ممكن تدريس المواد اللي لها علاقه بالصيدله، مثلا البيوكيمياء، الانستيميا، الفارموكولوجي، دول المواد اللي لها علاقه بالصيدله. ممكن تكون هاي الامور متاحه عبر نحن كنيردز اكاديمي. للأمانة يعني المدرسين اللي بنتعامل معاهم مبدأ العمل الحر، كيف انه انت الوقت اللي عندك اياه اللي هو الوقت الاضافي اللي عندك اياه، نحن ممكن نستفيد منه ونخلي الطلاب يستفيدوا منه، بحيث انه يلاقوا مثلا طالب عنده مشكله بماده معينه ممكن ياخذ معك انت كاستاذ متخرج متقن، طبعا وفق معايير معينه. هون بتجي عاد في بروسس ممكن الاستاذ يقولها، وممكن يدرس من خلال الاكاديميه، هذا ضمن العمل الحر. صح هيك ولا استاذ احمد بلال؟ نعم مش نعم موضوع نعم يعني. صحيح بموضوع التدريس صحيح. انا راح اذكر للدكتوره فاطمه، انا عندي اصدقاء اثنين يدرسوا طب، واحد
يعني بجانب الطبي يعني هو من الدراسات يعني تطول وصعبه جدا وتاخذ وقت الواحد بشكل كامل، لكن صدقا هذول اثنين يعني حققوا انجاز جدا كبير، واحد في مجال التصميم وواحد في مجال المونتاج، يعني ما شاء الله عنهم الاثنين بجانب الطب ابدعوا ابداع. يعني واحد منهم يعمل حاليا مع المنظم يعني تعتبر من اكبر المنظمات العمل المجتمعي في المجتمع السوري، ما راح اذكر الاسماء طبعا، وواحد يعمل يعني وصل للعمل مع الجزيره حاليا. الجزيره نعم عرفته. نعم عرفته نعم، يعني ما شاء الله عنه يعمل مع الجزيره حاليا. تماما. نعم، في دوره مونتاج حتى عملناها مع نيرتس اكاديمي، موجوده على الموقع صح استاذ المؤمن؟ نعم موجوده، بامكانهم يشوفوا المحاضره التعريفيه والمحاضره الاولى متاحه، حتى في فيدباك ممكن تقرا الفيدباك الخاص بالطلاب، في مشاريع تخرج ممكن تشوفوا كيف الطالب بعدين يعني كيف كانت نتائج الطلاب. تمام. استاذ احمد بلال عم تقول في عندنا موقع خمسات بدبي، بيبال مش شغال بتركيا. نعم مع الاسف. في حلول والله الحل الوحيد لهلا من جديد اخوي اكتشف طريقه للتعامل مع البيبال عن طريق موقع بابارا. يتم التحويل، يعني بفتح حساب خارج تركيا والتحويل بيتم من عن طريق بيبال الى بابارا. جميل جميل، معناته سيدي، لكن يعني بحاجه انه يكون في شخص برا تركيا عنده حساب او يعمل حساب. طيب في عندنا كمان يعني نقطه شو كنت بدي اقول، سبحان الله نسيت. طيب على العموم استاذ احمد، بالنسبه لموضوع الاب وورك، حضرتك انت تعاملت معه؟ والله تعاملت معهم بس من فترة يعني سابقة، يعني من جديد من جديد لا. هل يعني احدى الاشياء، احدى الهواجس اللي بتصير عن الشخص اللي حابب يشتغل على الانترنت عن طريق الانترنت، خلينا نقول انه يكون لغته، انا لغتي انجليزية مش كتير قوية، فما راح ادخل بمجال مثلا على مواقع الفريلانس الاجنبية لانه انا لغتي ما بيرفكت، فهل هي فعلا هاجس ولا ممكن الواحد يدبر اموره ويمشي حاله من خلال الامور الترانسليت للامانه هلا ممكن الواحد يمشي اموره، بس انت بما انك في تواصل مباشر مع العميل، احيانا العميل اذا حسك يعني انت شوي، خاصه بالديلات التعامل مع يعني مع العميل بلغه هو شوي عم تخربط فيها، ما عم تفهم عليه بشكل منيح، هو بيخاف. يعني انت مثلا لما نحن بنوصل لاعمال كبيره ولغتك الانجليزيه شوي بتكون العميل يعني انت ما عم توصل له الصوره بشكل صحيح، قد يكون هو يعني المشكله بهي المواقع قد العميل يضحك عليك لانك انت لغتك ما هي كثير منيحه. يعني عمليات النصب والاحتيال موجوده ضمن هاي المواقع كثير، مو قليل. طيب يعني هل هو التواصل مع العميل فقط كتابي بإيميلات أو برسائل؟ نعم نعم نعم. تمام، معناته الموضوع ممكن يتم حله عن طريق مثلا ترانسليت أو عن طريق استعانة بأحد الأصدقاء كبداية، ريثما طبعا يتم يعني يصير في تقويه لموضوع اللغة. طيب أستاذ أحمد، هلا حكيت أنت عن موضوع أنه والله ممكن يكون في احتيال. نعم. ممكن تعطينا مثلا إما أمثلة أو يعني توصيات بحيث أنه الشخص اللي حابب أنه بعد هالميتينج يدخل يبدأ مثلا يعرض خدماته، انه انا بعرف انجليزي عربي تركي، انا عندي قدرة اني ترجم مقالات، انا عندي قدرة اني اكتب مقالات باللغة الانجليزية، اكتب مقالات باللغة العربية، يعني كناشئ محتوى. وعلى فكرة هي جدا جدا منتشرة وجدا جدا مطلوبة، انك انت تكتب مقالات او تقارير او كذا، جدا مطلوبة على المواقع يعني مواقع الفريلانس. شو هي التوصيات يلي انت بتوجهها؟ مثلا انا صديق لك قلت لك يا اخي انا تمام سمعت كلامك، انا اقتنعت، انا راح بعد هالميتينج راح سجل، شو بتعطيني خطوات بحيث انه نمشي عليها؟ نعم. هلا اول شغله، اهم شغله لما تكون انت تبدا، ما تبدا باجور عاليه، انت كانسان مبتدئ ما تبدا باجور عاليه، لاني لما الشخص راح يدخل على حسابك يشوفك انت حاطط سعر عالي وما يشوف عندك ريفيوهات كتير،
ما رح يتعامل معك. انا احد الناس لما اشوف هيك شيء ما رح اتعامل، لاني انا اساسا لا لي شايف عمله ولا لي شايف تقييمات الناس له. يعني ممكن يكون هذا الانسان والله يقول انا بدي انا طالب شغل مثلا ب$1,000، ياخذ هو دفعه اولى واللي هي لنعتبر 30 الى 40% وبعدين يبطل يرد علي ويرجع يفتح حساب ثاني ويرجع يشتغل بهي الطريقه. فهي احد عمليات النصب. طيب استاذ احمد، هون بنجي لسؤال جدا مهم، انه كيف التعامل المالي بيكون بهيك موضوع؟ يعني مثلا على سبيل المثال، انا كشخص بدي خدمه منك من خلال احدى المواقع، نعم ممكن تقول لنا البروسيس المالي؟ يعني هو المبلغ مثلا، انا كمان بخاف انه انت يعني انا كشخص عم اشتغل، انه انا اشتغل شغلي وبعت لك كده باي باي، تعمل يا سيدي لبلوك. الامر الامر كالتالي، مثلا بموقع ابورك او فريلانسنج الشخص لما انت بتعمل ابروف، يعني هو اول شيء بيتم عمليه ديل، عمليه يعني عرض، يعني عرض اخذ ورد. تمام نعم. فهو الموقع هو الضامن. هو شو بيصير لما انت بتقول له، يعني لما بيعرض عليك وبتتم الموافقه بيقول له لازم تدفع قسم من المبلغ، فهو بيدفع قسم من المبلغ بيروح فورا على حسابك في الموقع، على حسابك، على حسابك اللي في الموقع لسه. تمام. بس ينتهي العمل واثنيناتكم تعطوا موافقة على انتهاء العمل، بيتم تحويل المبلغ بالكامل. كيف بيتم عملية النصب؟ مثلا واحد ياخذ الفيديو، انت تبعث له الرابط النهائي، تبعت الرابط النهائي وهو زلمة ما يبعت كامل المصاري، ويروح يتم نقاشات على الموقع انه هو ما بعت لي كمثال. طيب هو ما في عملية المحادثة أو الرسائل هي ما بتكون مراقبة ضمن شيء معين؟ بس هنا ما بدخلوا للمحادثات، لأن هي في برايفسي، يعني بالأخير في خصوصية. تمام. إلا وقت بيكون في شكاوي ممكن بقى هداك الوقت يدخلوا ويشوفوا الوضع. لكن إنه واحد ما يدخل بهاي الأزمات، في ناس بتعمل حسابات وهمية يعني بالأخير. نعم. فما ممكن متابعتهم. المعذرة، بس أنا سكرت الكاميرا عن حضرتك. أحمد؟ نعم. المعذرة بس سكرت الكاميرا بالغلط عن حضرتك. ولا يهمك. تمام. أنا كنت بدي أحكي شغلة وهي الأهم. بالنسبة للعمل الحر كتير كتير مهم تنظيم الوقت. إدارة الوقت بالعمل الحر شغلة كتير مهمة. يعني أنا ممكن حاليا أستلم مشروع وبعد ساعتين يجيني طلب لمشروع، وبعد ساعة يجيني طلب لمشروع، بالأخير أنا أكون راكمت علي المشاريع وما بقى أقدر ألحق بيناتهم. فمن الجيد جدا خاصة كمبتدئ تنظيم الوقت، إدارة الوقت بإنجاز الأعمال. يعني هاي من أهم الشغلات يلي يعني واحد لازم ينتبه إلها. شغلة تانية، في يعني هالة كتير كبيرة عن العمل الحر وأنه الإنسان يترك عمله ويروح يشتغل عمل حر. ما كل الناس قادرة على أنه تشتغل العمل الحر. حياة العمل الحر لا تناسبها. أنا لازم دائما أشوف هل أنا قادر أني أنا يكون هذا الشهر يكون عندي دخل أو ما يكون عندي دخل أصلا. هل أنا قادر أني أتأقلم مع هاي الحياة؟ فالعمل الحر ما في شيء أنا اسمه أنا كل شهر عندي مبلغ راح يدخل لي. لا، أنا ممكن هذا الشهر عندي مبلغ يدخل لي $1,000 أو $2,000، أو ممكن الشهر القادم أو لشهرين حتى ما يدخل لي ولا ليرة. أو أنا مثلا أستلم مشروع راح يأكل مني جهد شهر، لكن هو مشروع قيمته قليلة. فأنا اشتغلت الشهر كله، أخذ وقتي الشهر كله، وأنا اشتغلت بمبلغ مثلا نقول $200 $300. نعم. هذا شيء لا يؤمن احتياجي. فمن الجيد جدا أنه أنا يكون في عندي قابلية للتغيير، أنا يكون عندي أو أنا عارفان أنه عندي أنا قابلية لهي التغيير. عندي سؤال بخصوص موقع خمسات، أنا عندي قدرة أني أشتغل كذا شغلة، هل الأفضل نعمل إعلان واحد ولا إعلانات منفصلة؟ هو أساسا كل خدمة إلى إعلان. يعني أنا لما بدي أحط
يعني خدمة التصميم في قسم التصميم، لما بدي أحط خدمة الترجمة في قسم الترجمة، ما بتقدر تعمل في مكان واحد. يعني كل قسم أنت بتحط خدمة، ما في خدمة لكل الأماكن. نعم جميل. بالنسبة للكورس البريمير سليمان، بشهادة مني حضرت كورس المونتاج مع الأستاذ أحمد بلال، وأنصح أي حدا حابب يبدأ بالمجال، رح تكون أفضل خطوة يبدأ فيها. هلا أنا أرسلت رابط اللقاء، هو للأمانة يعني اللقاء هذا هو من باب بس أنتوا تطلعوا وتشوفوا وتتنوروا بشيء اسمه العمل الحر. يعني نحن الهدف مننا أنه أنتوا تكون عندكم هاي الثقافة، حتى لو كنت أنت موظف، ويعني أنا موظف والأستاذ أحمد بلال موظف، وفي كثير ناس موظفين وعندهم رواتب نظامية رسمية دائمة موجودة، يعني خلص بيعرف في نهاية الشهر رح ياخد هيك، إلا أنه دائما بيشتغل شغل حر. ليه؟ لأنه هو عبارة عن مدخول إضافي حلو، وقت بيكون عندك مهارة حلوة يعني ممكن تدخل إضافي مثل ما قال الأستاذ أحمد بلال، يعني ل $1,000. $1,000 مبلغ عادي على فكرة بمجال العمل الحر، خلال شهر مبلغ جدا عادي. يعني أنا بعرف مهندسين، عم بحكي هندسي ليش؟ لأنه في الأوساط اللي حواليه هيك، بعرف مهندسين توصل مداخيلهم ل 3,000 $4,000. ليه؟ لأنه هني بيستلموا 4 5 مشاريع، وكل مشروع بياخذوا عليه كمان هيك 1000 أو 800 أو 900. فيعني هذا الموضوع موجود بكثرة، تطلعوا عليه شوفوا، حتى لو كانت تخصصاتكم ما لها علاقة بالكمبيوتر، ما لها علاقة بالتقنية، طبيب، صيدلاني، فيزيائي، كيميائي، ممكن عندك كثير مجالات. كتابة المحتوى جدا منتشرة يا جماعة، جدا جدا منتشرة كتابة المحتوى العلمي. يعني في مجلات علمية عربية عم تدور على كتاب محتوى مثلا له علاقة، بيكتب عن الفضاء، يكتب عن الأرض، في كثير. يعني هذا المجال جدا واسع. عمار بيطار عم يقول الأستاذ أحمد أنا عم اشتغل على موقع بس الآن ما وصلت عندي دخل كافي منه، شو بتنصحني؟ يعني هون في عنا مثال انه البداية ما لازم ما أنا سهلة، يعني انت لحتى تقدر توصل لمرحلة ما راح تكون امر سهل. استاذ احمد شو بتعطي نصائح لعمار؟ والله للامانه يعني هو يعني لازم، يعني انت شوف لحتى توصل لمستوى عالي في موضوع الدخل لازم تطور مهاراتك دائما دائما. بموضوع العمل الحر دائما لازم تطور مهاراتك، لان المنافسه فيه جدا كبيره، خاصه يعني موقع خمسات المنافسه فيه كتير كبيره، ويعني في من كل الوطن العربي. فانت دائما لازم تتعلم خبرات جديده وتطور مهاراتك الموجوده عندك، لان هدول الشيء يعني اللي بيزيد طلب الناس عليك. وطبعا المنافسه السعريه للامانه يعني هالموقع بالذات المنافسه السعريه بالخدمات الاضافيه، يعني الخدمات الاساسيه كلها بنعرف انه هي تبدا من $5، لكن بعدين الخدمات الاضافيه هي اللي بتزيد بالسعر. فالمنافسه السعريه يعني خاصه بموضوع التصميم والمونتاج، ما شاء الله اخواننا المصريين في مصر بالذات يعني ساحقين السوق. في عندك بين العرب المصريين هني بيكونوا ساحبين السوق، وبين الأجانب الهنود. يا سلام عليك، فعلا الهنود. بس كمان في نقطة إنه الأجانب بيعتمدوا على الفريلانسينج أكثر بكثير، يعني كشعب كأشخاص هني بدهم خدمات. يعني إحنا اليوم مثلا حتى الوسط اللي أنا فيه، الوسط اللي أنت فيه، الوسط الموجودين فيه الأصدقاء والزملاء اللي معنا، مثلا بده المصمم ما بيقولوا انه افتح خمسات، ولا بيقولوا انه افتح مستقل، بيقولوا انه شوفوا مين بيعرف مصمم، مين بيعرف مصمم. يعني بيصير البحث عن طريق المعارف والاوساط، مثل ما حكيت انت ملاحظه المعارف. مثلا بدهم مترجم، فبيبحثوا عن طريق المعارف والاوساط، او حتى اذا ما كان معارف اوساط بصير بحط اعلان. للأمانة ما عندنا ثقافة العمل أونلاين. تماما نحن غير موجودة عندنا ثقافة العمل أونلاين، نحن كله عن طريق معارف. فثقافة العمل أونلاين موجودة في أوروبا أكثر من عندنا بكثير. يعني للأمانة حتى شركات الضخمة، يعني شركات الضخمة تبحث عن الفريلانسنج عن طريق الأونلاين في أوروبا. عندنا في الوطن العربي غير موجودة هذا الشيء.
يعني هو مع الأسف هو في موقع خامس الناس بتعتمد عليه بشكل كتير كبير، فيفر اسمه، لكن مع الأسف هذا الموقع داعم لإسرائيل، فلا ننصح به. تمام، الله يجزيكم خير ويبارك برزقكم وبمالكم وبعملكم إن شاء الله تعالى. الله طيب يحفظك إذا إن كان شاء الله. عندنا أي أسئلة تانية بنقدر نوجهها للأستاذ أحمد حول هذا الموضوع، خلينا ناخذها. إذا ما كان في، ممكن نحن هيك نحكي بشكل بسيط جدا عن لقائنا وبعدها ننهي إن شاء الله. طيب خليني احكي استاذ احمد بلال بس عن يعني عن المسابقه اللي عاملينها، انا يمكن ما حكيتها او انت ما صار عندك اطلاع كافي عن اللي عم يصير ب ندرس هالفتره. نعم راح اسجل دخول من الموبايل، بدي اشارك الشاشه وفرجيك عدد ساعات خليني بس أفز. هلا هيك صوتي واضح؟ في إيكو. مش الحال. نعم طيب انا راح شارك الشاشه، نحن مسابقه اللي عاملينها استاذ احمد بلال. طيب ثانية خليني واقف انا المشاركة مشان يفتح عندك المشاركة. الجوجل ميت بياخذ يعني في سعه، هي انه نحن نشوف قديش عدد دراسه كل طالب وعدد الساعات اللي بيفوكس فيها، يعني اللي بيركز فيها من خلال تطبيق على الـ جوجل بلاي وعلى الابل جميل جدا. ستور، هو اسمه فوكس تودو. خلينا نشوف نحن اخر تحديث لعدد الساعات خلال يعني من يوم الاثنين الساعه 00:00، يعني خلينا نقول من مساء الاحد حتى الان، كم ساعه بتتوقع قبل ما يفتح الاستاذ بلال؟ كم ساعه بتتوقع اكثر واحد دارس خلال 48 ساعة الماضية؟ يعني اعتقد شغلة يعني 25 ساعة لنقول طيب تعال خلال نشوف 48. 25 ساعة فعلا. في عنا نور الهدى اليوم ما شاء الله عنها دارسة 10 ساعات و9 دقائق، هلا عم تعمل فوكس، هلا عم تدرس. جميل. في يعني عندنا عبد الله درويش 24 ساعة خلال 48 ساعة الماضية، اليوم دارس 9 ساعات و10 دقائق. ما شاء الله. رياض 20 37 اليوم دارس 9 ساعات ونص. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني بتطلع هيك بتشوف انه عن جد بتنبسط من قلبك انه يعني صحيح. انجازات هيك كبيرة وموثقة. يعني هي لو ما انا موثقة الواحد ممكن يقول انه يا اخي عم يقدروها تقديريا، يعني اينه تقدير؟ هون ما في تقدير، هون يعني انت بتوقف دقيقه، الدقيقه بتنحسب يوقف. لك انك وقفت. تمام. نعم. احنا يا شباب ويا صبايا مشان ما نظلم حدا، للساعه 11 بالليل اي حدا من هدول الصفاري اللي ما شاركوا خلال 24 ساعه احنا رح نحذف، مشان شو؟ مشان نفتح المجال لبقيه الطلاب اللي بدهم يدخلوا. وعم نفكر انه نعمل هذا الموضوع بشكل دائم، انتم كيف شو رايكم؟ اذا بتعطوني رايكم من خلال التليجرام او من خلال الرسائل هون بيكون كثير منيح، انه خلاص خلال الفصل الدراسي بنعمل اسبوعيا بطل الاسبوع في الدراسي، بعدين بنهايه الفصل الدراسي مثلا بنشوف مين اللي حصل على اكبر عدد ساعات، او بنعمل شيء فعاليه بحيث انه نشترك فيها كلياتنا، مثلا نطلع رحله، نعمل نشاط هيك يكون تغيير جو، بنفس الوقت نحس بإنجازنا اللي صار. شو رأيك أستاذ أحمد بلال بهيك عدد ساعات؟ ما شاء الله. والله والله يعني انا عم شوف حتى التوتال، يعني التوتال 1062 ساعة. جميل جدا. نعم، هذا التوتال من لما فتحت المجموعة، يعني حوالي خلينا نقول 4 أيام. اوكي، مو خلال 48 ساعة. لا خلال 4 أيام بس، يعني كمان لا لا، رقم جميل كبير. جميل جميل، يعني الله يعطيهم القوة يعني للأمانة، خاصة هلا وقت فاينلات. يعني الله يجزيها الخير في الأخت حميدة، هي اللي اقترحت علينا موضوع الفوكس تو دو، كان جدا موفق يعني، ما فالله شاء يجزيها الله. الخير.
اتشكرك كثير استاذ احمد بلال على يعني الوقت اللي اعطيتنا اياه والافكار اللي اعطيتنا اياها والنقاش الطيب. اتمنى انه بس يكون يعني قدمت فائده للشباب باذن يعني الله تعالى. ان شاء الله تاكيد انرت بعض الافكار في اذهانهم. غدا لقائنا ان شاء الله حيكون عن الذكاء الاصطناعي وميزاته وكيف يمكن استثماره في التخصصات المختلفة. يعني أنت تخصصك علوم، تخصصك طب، فيزياء، إعلام، كيف ممكن تستثمر الذكاء الاصطناعي؟ رح تكون معنا المهندسة أسماء، حاليا عم تدرس ماجستير في جامعة إيطالية ضمن هذا المجال. فإن شاء الله نشوفكم غدا، وبدي أتشكر مرة ثانية أستاذ أحمد بلال، الله يجزيكم حياكم الله الخير، كاظم، حياكم الله، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.